مرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في درس جديد على قناتكم عبد المطاليك. سابقا تكلمنا على لا فورس وعلى واحد مقدمة بسيطة ديال الار دي ام، علاش كنقراو هاد الار دي ام لي زوبجيكتيف ديالو، وتكلمنا ايضا على لو مومون دان فورس ولا فورس، وعرفنا شنو هي لا فورس وشنو هي المميزات ديال واحد فورس الى اخره. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا، غادي نشوفوا لي تيب ديال ديزابوي، يعني شحال عندنا من انواع ديال ديزابوي في الار دي ان. وي عندنا ثلاثه ديال لي تيب، عندنا ابوي سامبل، ابوي دوبل، اون كاسترومو او ابوي تريبل. عندنا ثلاثه ديال ديزابوي، ابوي سامبل، ابوي دوبل، اون كاسترومو، ولا بالاحرى ابوي تريبل. غادي نطلقوا كل ابوي وغادي نشوفوا الشيمه ديالو، اي بالاحرى السيمبول ديالو، يعني باش كنرمزو ليه في الشيما. الابوي السامبل على هذا الشكل، وهذه هي لابوتخ اللي عندنا، والابوي دوبل على هذا الشكل، البودر قاعدنا ونكسرهم كتكون على هذا الشكل. هاد لالين هذا هي كنقصدو به البودر اللي عندنا على هذا الشكل. دابا شفنا كل شيما ديال ابوي. تذكير، شحال عندنا من لي شيب ديال لي زابوي؟ عندنا ابوي سامبل، ابوي دوبل، اون كاسترومو، و ابوي تريبل. علاش كنمشي معاكم تقيل؟ حيت هادو هما لا باز ديال ار دي ام. خاصك تعرف هادي في الشكل اللي عندك، تعرف ابوي سامبل، تشوف هادي تعرف ابوي دوبل، تشوف هادي تعرف اون كاسترومو ولا ابوي تريبل، وحدة فين عندها جوج سميات. دابا بالنسبة كل شكل، وعندك كل ابوي كتطبق عليه واحد الرياكسيون، واحد لافورس. نكونو فاهمين، تفاهمو على من دابا؟ لا فورس اللي كتابليكا باغ ابوي سوغ لو بودغ، شنو كنسميوها؟ كنسميوها الرياكسيون دابوي، يعني الفورس اللي كتابليكا في الابوي سوغ لو بودغ كنسميوها الرياكسيون دابوي. في الابوي سامبل شحال عندنا من رياكسيون؟ عقل، عندنا سول رياكسيون اللي هي هادي، كتكون فيرتيكال ار، اللي هي ار. في الابوي دوبل من السميه عندنا دوبل رياكسيون، عندنا جوج، عندنا وحده فيرتيكال والثانيه هوريزونتال ار ايغريك و ار اكس، و لا صوم ديالهم هي هادي ار. ار اش كتساوي؟ كتساوي لي ار اكس زائد ار إيغريك. أما في الأونكاس خومو ولا أبوي تريبل، من سمية كيكونو عندنا ثلاثة ديال الرياكسيون، عندنا وحدة فيرتيكال، عندنا الأخرى هوريزونتال، وعندنا لو مومو ماشي لو مومو دان فورس، لو مومو أونكاس خومو، لو مومو دان كاس خومو كيكون على هاد الشكل. ابوي سامبل عندنا رياكسيون وحده، ابوي دوبل عندنا دو رياكسيون ار اكس ار ايغريك، و الابوي تريبل اولا اون كونسترومون عندنا ار ايغريك، وعندنا لو مومون، وعندنا ار اكس. دابا نفهمي، دابا شنو غنشوفو؟ غادي نشوفو واش هاد الرياكسيون دابوي
واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. فيما كنشوفوها طالع الفوق بوزيتيف بالنسبة للفورس، فيما كنشوفوها بالنسبة للرياكسيون دابوي، فيما كنشوفوها طالع لتحت نيجاتيف. اما بالنسبة لو مومون دان كاسترومون شكون على هاد الشكل، عندنا اكس وعندنا ايكغيك، شكون غادا من محور اكس محور ايكغيك شكون موجبة. عقلوا على هادي مزيان، ملي كتكون غادا من اكس ايكغيك كتكون موجبة، ملي كتكون غادا الايكغيك اكس كتكون سالبة. كنكون دابا تطرقنا لي تيب دي زابوي اقليه، شحال عندنا من لي تيب دي زابوي؟ عندنا ابوي سامبل و ابوي دوبل و كاسترومو. ابوي سامبل الشيما ديالو على هاد الشكل، شحال عندو من رياكسيون؟ عندو ان سول رياكسيون اللي هي ار. ابوي دوبل عندنا دو رياكسيون ار ايغريك و ار و ار اكس، و الانكاسترومو عندو تريبل ديال رياكسيون، عندو ار ايغريك و ار اكس و لو مومون دانكاسترومو. باش نعرفوها راه بوزيتيف ولا نيجاتيف، كنشوفو الرياكسيون دابوي اللي كان طالع الفوق بوزيتيف، هاقل تحت نيجاتيف. لو مومو دا كاسترومو الا كانت غادا من محور اكس لايكغيك راه بوزيتيف، الا كانت غادا من ايكغيك لاكس راه نيجاتيف. كاين واحد الملاحظة، يعني هاد لي رياكسيون كاملين ار ايكغيك و ار اكس و لو مومو يعني ما معروفينش، مجهولين، حنا كنقلبو عليهم، حنا كنقلبو عليه. كيقولك كالكيلي لي رياكسيون دي زاب، كاين لي ميثود كيفاش كنديرو كيفاش كنكالكيليو هاد لي رياكسيون. دابا بلا ما نطول عليكم، نعاود التسكين نعاود معاكم شي شي حماضي حماضي، شي خاصو يكون باسل. شحال عندنا من لي تيب ديال لي زابو؟ عندنا ابوي سامبل و ابوي دوبل و انكاسترومو. ابوي سامبل شحال عندهم رياكسيون؟ عندو ان سول رياكسيون اللي هي ار. ابوي دوبل عندو جوج ار ايكغيك و ار اكس، واحد فيرتيكال واحد هوريزونتال. ابوي دوبل ابوي تريبل عندنا ار ايكغيك و ار اكس و لو مومو دانكاسترومو. باش نعرفو بوزيتيف ولا نيجاتيف، كانت رياكسيون طالع الفوق بوزيتيف، كانت شارقة لتحت نيجاتيف. لو مومو اللي كان غادي من المحور اكس ايكغيك راه بوزيتيف، اللي كان غادي من ايكغيك لاكس راه نيجاتيف. Toutes les réactions sont des inconnues. إذا بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو، إلا استفدتي في هذا الفيديو خلي لي واحد لايك واشتراك وبارطاجي مع صحابك اللي تعاون من الفائدة، وشكرا.